السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الأخر خلاصة معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام ترتيب فرق الدوري الأسباني وترتيب الهدافين بعد إنتهاء مباريات اليوم ال اليوم الأحد 11/2/2024 في الجولة 24 من الدوري الأسباني، قبل ما نبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء للإخوان المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم, اللهم ادخلهم في فسيحة جناتك يا رب العالمين. اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين اللهم اهلك الصهاينه اللهم اهلك الصهاينه اللهم اهلك الصهاينه اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم على اعدائك اعداء أعدائ الدين يا رب العالمين اللهم امين اليوم الاحد 11 2 2024 ختافي فزت على سيلتا فيجو 3 2 احرز أهداف ختافي برخه من في الدقيقه 41 وخيمي ماتا في الدقيقه الثانيه من وقت قدر في الشوط الاول وخيمي ماتا في الدقيقه 89 هدفيا سلتا بيجو عن طريق يورجن لارسن في الدقيقة 71 وتاديو اليندي في الدقيقة 85 <applause> عذرا مايوركا فازت على راي فايكانو 2-1 اشبيليه فازت على اتليتيكو مدريد 1-0 احرز هدف ايزاك روميرو في الدقيقة 15 برشلونه تعادلت ايام غرناطه 3-3 احرز هدف برشلونه لامين يامال في الدقيقة 14 أسست جواو كانسيلو هدف سلة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي لا في الدقيقة 63 أسست الى كيا جوندوجان والهدف الثالث عن طريق لامين يامال في الدقيقه 80 هدف غرناطه عن طريق ريكاردو سانشيز في الدقيقه 43 فاكوندو بلستيري في الدقيقه 60 وايجاناسي ميكل في الدقيقه 60 خلونا نتعرف الان على ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين بعد نهايه مباريات اليوم الاحد ريال مدريد المركز الاول 61 نقطه جيرونا المركز الثاني 56 نقطه وبرشلونه المركز الثالث 51 نقطه اتلتيكو مدريد المركز الرابع 48 نقطة أهتليتكم بالباو المركز الخامس خمسة وأربعين نقطة ريال بيتيس المركز السادس ثمانية نقطة ريال سوسيداد المركز السابع سبعة نقطة لاس المركز الثامن خمسة نقطة إشبيلية المركز فالنسيا المركز التاسع خمسة نقطة ختافي المركز العاشر ثلاثة نقطة المركز حداشر تسعة نقطة ديبورتيفو الافيز المركز اتناشر سبعة نقطة المركز ثلاثة عشر نقطة رايو فايكان المركز 14 24 نقطة ميرو كان المركز 15 23 نقطة إشبيلية المركز 16 23 نقطة سيلتا فيجو المركز 17 20 نقطة قادش المركز 18 17 نقطة غرناطة المركز 19 13 نقطة والميريا المركز 20 والأخير 6 نقاط متابعين الكرام ترتيب الهدافين عندنا في المركز الأول جوبلنغام بلنغام لاعب ريال مدريد سجل 16 هدف المركز الثاني بروخا ميرون لاعب ختافي 15 هدف في المركز الثالث ارتم دوفبك لاعب جيرونا 14 هدف في المركز الرابع الفارو موراتا لاعب اتلتيكو مدريد 13 هدف في المركز الخامس انتي وديمير لاعب اسسونا 11 هدف وانطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو متابعين الكرام كان معكم محمد نور الدين نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته